ازيك يا امو دلوقتي؟ ان شاء الله تسلم يا ضناي. انا عايز اتكلم معاك شويه يا امين. هقول لك على اللي في دماغي عشان ترتاح. بقى ترى اخوك انا هاخده. انا بعت جاموستين واتفقت مع واد من المطاريد يطخ رضوان وياخد كمان جنبه واحد من عيلة مسعود. ايه اللي بتقوله ده يابا؟ بس الايام دي كمرايا، والواد اللي من المطاريد طلب مني انها تكون ليلة ضلمة عشان محدش يشوفه. يعني الحكاية هتاخد لها اسبوع كده ولا اكتر. عشان كده بقول تاخد امك وتسافر طنطا عشان لو حصل تحقيق رجلك ما تجيش في الموضوع. وانت متولي ما هي حطورك. فيك الخير يا حبيبة. لسه خايفة عليا؟ ما تخافيش، انا ما فيش حد هيمسك عليا حاجة. يابا الكلام كده ما ينفعش. احنا لازم نفكر بالهداوة. احنا مستعجلين على ايه؟ العمدة عامل كل يوم والتاني جلسة عشان نجرى الفتحة على الصلح. انا باجي بتحجج بيك وبقول لما يجي ابني. عشان كده عايزك تسافر وما تحضرش الجلسة اللي هيعملوها دي. نسافر يا امين. بعد ما ناخد طرنا نحضر انا وانت جلسة الصلح ونوافقهم على اللي يطلبوه. يابا البلد كلها عرفت ان انا جيت، يقولوا ايه؟ بهرب منهم؟ انا لازم احضر الجلسة دي. هيحرجوك وهيخلوك تقرا الفاتحة على الصلح. اسمع كلامي. ما تخافش عليا، انت بس سيب لي الموضوع ده وانا اعرف ازاي اخلص نفسي.